صوت المحليات المنجوية المحليات طبعا يا ملحظ لسه مشروعي قائم وشغال يرجع عاوز شغلنا شغلنا في اي مكان ده كتير حد ما بضيش على حد ما فيش اي واحد بيعترض على الايه على الشغل كل واحد بيشتغل لازم يبقى فيه تشريع من فوق النظام من فوق ما جاتش كده يعني النظام ما جاتش ان هو يفصل العقد بتاعه ويعمل عقد جديد العقد الجديد دوت الناس اللي قالت ما بتحدد خالص في البلد زي ما هو عايز لا ايه ده بلد اثنين او بغير احنا 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 بغير هذا ما هو نظر ولا نظر اسمه هيك استحال ما رضيش ربنا خليك تدلنا القروض اللي احنا عاملينها والله ما في خليك تدلنا القروض اللي احنا عاملينها من البنوك اللي احنا عاملين قروض وعاملين عاملين القروض وبعدين خليك تدلنا القروض اللي احنا عاملينها احنا قاعدين هنا على البحر وغيرنا على البحر يقول لك انا ادفع على فين بدليل ان المحافظ ده موجود هنا تعامل من عادل نبيل ماشي دولة الظلم رجعت تاني حزب الوطن كله على كل محافظة ظلم احمد سعد عباس ماشي العم محمد علي مفيش حاجة كل حزب الوطن اهتم بدليل ان دولة الظلم رجعت تاني ماشي ودولة البوليس رجعت تاني ماشي المحافظ مليون صحي عمالين انا اربع ايام نايمين في الشارع بدليل حتى الاعلام مش سائل عننا انا واحد من الناس رحت الوالي اني برش امبارح الساعة 12 بالليل معرفش اقابله من الساعة 6 عشان يرحمنا من الظلم ده بدليل ان هم الاعلام الدولة لدولة الظلم ودولة الظلم راجعة وشغالة ماشي الظلم في جميع شغالات الديوان وما في الديوان احنا مش هنملى على العادي ده ماشي لو على رابط خلاص المحافظ ده هيمشي ثم جاي بامر من عادل نبيل ماشي حركة المحافظين لحد دلوقتي ما اتحركتش من مكان عليه ماشي عادل نبيل ده جابنا مستشار قانوني هنا ماشي راجل كان بيبدو كان بيبرزش من بنته ومحضر كان بنته متحضر رسالته بسرعة مشرف عليه قاعد هنا بدليل دولة الظلم رجعت تاني وموجودة موجودة ناوي اجراء ناوي اجراء انا اقول لك اقول لك ناوي اجراء قول لو احنا هنموت احنا اللي ماتنا في الثورة وهنموت تاني وهنحررها برضك من حزب الوطن حزب الوطن موجود انا راجل طيار الشعب ولا اخواني ولا عمري كنت اخواني قول له هتاخد على دماغك وهتخش المقطع كمان اخش المقطع الراجل ماشي بس مش هعيش في البلد مره ماشي وهقف على حقي وهقف على حقي ولو خدت حقي برضك هسكت ماشي بس انا بقول للرئيس عبد الفتاح السيسي يبص لنا بدل ما بعيد انا هتتدمر الحمد لله كده هتتدمر انا مش اخوانك انا بقول انا بنقوله يجي شوف لنا حل في المحافظ ده ماشي المحافظ ده تيجي شوف لنا حل فيه احنا طلعنا فساد وانا معايا ورقه بالفساد بس مش هطلعه الحل انا ممكن اطلعه في التحسيس في المحافظ ده انا بقوله ماشي احنا Oh, my God.
Hey!